أهلا يا شهاب. ما هذا؟ يا ويلي، أنا خائف جدا. لماذا يجري هذا الرجل؟ لن تهرب مني أبدا، سأقضي عليك. أنا خائف، ماذا أفعل؟ سأبلغ عنه. لقد شاهدنا القتل بأم أعيننا. اقبضوا على هذا الرجل الأسود. أنتم سيخبرون. ماذا؟ اسمعني لك، واسمعني لك أيضا. لقد انتهيت من الحروب، أنا هيا لنهرب يا شهاب. تظلمون جميعا معي أن القتل، كل ما فعلتموه صار بطل. ستصبحون جميعكم مستفاد، سأكون أنا الوحيد في هذا الأرض. جميعكم في اللعبة سوف تصبحون، سأكون أنا القاتل المجنون. مصيركم مثل مصير البقر، ستهربون مني لا مفر. سأذهب إلى القطار وأطير في المطار، أطير فوق السحاب لا أخاف حتى كلاب. وجودي من المستحيلات، وأنت ستبدون بالتجسمات. مات مات مات، قتل في داخلي من العادات. أنت الآن في أمان الموت. هل تنظر تحت قدمي؟ لا تدمر حتى تفهم.